زي النهارده من 21 سنه استشهد الطفل محمد الدره وهو بين احضان ابوه قدام شاشات العالم كله في مشهد اكيد عمره ما هيتمسح من الذاكره. طفل محمد الدره اللي وقتها كان عنده 12 سنه، 12 سنه بس، كان بيحاول انه يستخبى في ابوه، والاثنين كانوا بيحاولوا يستخبوا ورا جدار صغير جدا، لكن للاسف ما حماهمش من رصاص الغدر اللي اطلق عليهم في شارع صلاح الدين في غزه، وكان شاهد الشارع ده على جرائم الاحتلال في حق كل اخواتنا الفلسطينيين في كل مكان وكل زمان. الحادثه اللي حصلت زي النهارده من 21 سنه حصلت وقت الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه. الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه راح ضحيتها في الوقت ده 4500 شهيد واكثر من 50,000 جريح. فظاعه الجريمه بتاعت استشهاد محمد الدره كانت لان الاب كان موجود وكان شاهد على اللي بيحصل وشايف ابنه وهو بيموت قدامه وهو عاجز عن انه يحميه، شايف لحظات قتل ابنه وسط العالم كله ما كان بيتابع الجريمه حيه صوت وصوره من غير ما يبقى فيه اي رده فعل. الحكايه بدات لما الولد الصغير راح مع والده الشغل، ومن الشغل طلعوا على المظاهرات اللي بداها الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال في غزه وقت الانتفاضه الثانيه. وبعدها على طول بمجرد المظاهره وهي طالعه الشباب بقى اطفال الحجاره والشباب بداوا بالمظاهرات احتجاجا على وجود قوات الاحتلال في غزه ورفض الاعتداءات المستمره على المقدسات في القدس وعلى كل الاراضي الفلسطينيه. الطفل محمد الدره وابوه لقوا نفسهم محاصرين من قبل قوات الاحتلال اللي اطلقت الرصاص بكثافه، شايفه رجل اعزل ومعاه طفل صغير، ورغم كده ما توقفوش، فضلوا مصوبين النيران عليهم. الطفل الاول اصيب في قدمه وقدمه بدات تنزف، وكان والده بيحاول يطبطب عليه عشان يطمنه، وما كانش فيه الا رصاصه تانيه استقرت في بطنه وسقط الولد شهيد. هتفضل ذكرى استشهاد الدره محفوره في ذاكرتنا كلنا، لانها بتعكس مدى بشاعه وجرائم اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الحر. ولو كانت قادره على انها تقوم بنفس الممارسات مع غير الشعب الفلسطيني ما كانتش هتتاخر ابدا.